عن طريق قصاير بين الجبال. كنا ماسي هذا داخل المصيف هيك صاير مباشره على المي. هذا الجبل صاير جوا. بعدين اعوفه. هاي القعدات منها هيك من اليمين ومن اليسار صاير. شوفوا جمال الجسر شلون مخلين شمسيات. شوف الالوان، الوان المدرجات شلون مرتبيه. طبعا المي بارد كلش. طبعا طريقه كل صاير طريق جبل، تصعد الجبل. طريقه حلو مرتب. عن طريقه صاير بين الجبل. الحذرات كلش قوية يعني. يعني هو مسافة من المركز المدينة تقريبا 40 كيلومتر، بس بما انه صعود ونزول وبين الجبل تأخر، ما تقدر تسوق سريع. تقريبا 50 دقيقة هيجي وتوصل. شنو بين الجبل صاير يعني؟ تمشي فوق سليمانية. طبعا اجواء يخبل، حتى هناك قرية بين الجبل صاير. هذا الطريق، الطريق اللي جيت من عنده تقريبا. هذا الطريق تيجي بين الجبل من سليمانية. تقريبا المي هذا يروح ويدخل من مصيف كوني ماسي. اجواء حلوة كلش، طبيعة يخبط. نكمل الطريق. شوف شو مكتوب، كوني ماسي من على ايدي اليمين. شوف باقي لي 3 كيلومترات ووصل. عن طريقة كان كلش حلو ومرتب. هم هذا هم صاير مجمع هنا. شفنا وكم مخلين زوارق هنا يذبحون، كل تم مخصصينه. نروح لي غادي يعني اشوف شوكو بعد، بس اجواء كلش حلوه مسوينه. مصيف كلش حلو، حتى تقدر تصعد الخيل. يعني هذا الجبل صاير جوه، الماء يروح يجي ويفتر ويطلع لغاد. هل منا الكوسترات المجموعات يجوا؟ اجي منها انزل اشوف شلون مسوي مجموعة. عندنا نافورة ومذبح، مكان مخصص مباشرة على المي. انزل جوا اشوف بعد شكو.
طبعا اليوم جمعة وأيام العيد، ازدحام فول. هنا أكثر شيء يجون الكوسترات، المجاميع اللي تجي هنا. ازدحام فول ما شاء الله. هاي كل تيجي صار مجمعات، هذا مجمع، شوفوا شنو هاي الشمل مجمع، هذا مسوي مجمع، هذا المجمعات بفلوس، لأن أكثر شيء يجون هنا مع عوائل فقط. بس أجواء كلش حلوة. هنا عندهم مذبح، خلي السيارة هنا، تدخل منها لجوا. أدخل السيارة منها عم نشوف العوائل. بس أكثر شيء مع العوائل هنا، بس أجواء أجواء يخبل كلش. منا شلون يذبحون جرعان ما يشقى قوي. كاتبين السباحة ممنوع لأنه هنا عميق الماء، بس أجواء يخبوا. هذا داخل المصيف هيك صاير مباشرة على الماء. هاي تأجرها تقريبا ب25,000. هاي منا الماء، منا تنزل الماء. ولي غادي هم نروح. أجواء خبل هنا. أنا سبحت قبل شوي، ماي كلش نظيف. هاي هنا يجيبون المعطرات. واي سمك مصيف كوني ماسي، مصيف كلش حلو وقريب محافظة السليمانية. الجو حار والناس قاعدة تنزل على المي. شنو مكان كلش عجبني، شوف شلون قاعدين هنا تحت ظل الأشجار، هنا قاعدين العوائل يصيدون سمك. هم شيت قوي، ماتور بطح. طبعا اخلي لهم طعم، هسه يجي اكبر واحد وصيده. شوف شلون يتعاركون. هذا صوت السمك. ما عندي شبكة وما عندي سنارة، بس السمك كبير تقريبا. شوف لازم بيدي
وبعدين اعوفه. انا كنت هناك قاعد، هنا هم نفس الشيء منتجعات، شنو اجواء يخبل. المكان ترتاح بيه كلش، كل شيء متوفر بيه. حاول اروح على الجسر على مود اصور هناك. تشوفون المي، هاي المي هيجي يروح حد الاخير. شوفوا شلون يذبحون، خليني الزورق. خل اروح اشوف ينزل لي جوا حتى يصعدون الحصان هنا. السيارات شلون واقفة على المنظر، يعني هنا الأجواء تصير حلوة كلش ورا الغروب. كهرباء متوفرة هنا، النص قاعد يذبح. شوفون اللوحة مكتوب كوناماسي، هذا المصيف مصيف كوناماسي. قاعدين طفلهم الحصان، ملاهي مع الأطفال موجودة هنا. خلو وصل للجسر. هاي الجراجات، جراجات السيارة، تقدر تخلي سيارتك هنا تدخل المكان. هنا محل خلين شمسيات، شقد حلوة، شقد حلوة الشمسيات. والألوان طبعا شلون مرتبيها ترتيب. هاي القعدات منا هيك يصير، ومنا القعدات تصير. سافيا ايش قد حلوه. خلين هذا الجسر هنا بالنص. ورا شوفوا جمال الجسر، شلون مخلين شمسيات. ناس قاعدة تسبح، ومنها يصعدون الجورة. ومنها قاعدين العوائل هيج، اجواء يخبل. والجسر جسر فهد خرافي، طب خليهم بيه مزهريات. شوف الالوان، الوان المدرجات شلون مرتبيه. الناس قاعده تسبح هنا. هذا الطريق اللي جيت من عنده اني. هاي هنا الجسر، حساني فوق الجسر. هاي القعدات منها هيجي من اليمين ومن اليسار صاير. شوية خبر يروح للأخير هم.
هاي منها المحلات موجودة والمطاعم موجودة هنا. شوف هذا منتجع. بس اجواء يخبل كلش. طبعا هذين بفلوس تأجرهم تقريبا 20-25. بس شنو المي؟ مي إلا بشدة، مي خبر. هاك الجسر قبل شوية كانت هناك، شوف نظافة المي. ومنها يروح الأخير نصيف. شوف نظافة المي، طبعاً المي بارد كلش، برودة مو طبيعية. كوني ماسي مصيف، كوني ماسي. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسون تسوون لنا لايك والاشتراك في القناة.